بسم الله الرحمن الرحيم يا شباب، النهاردة هنبدأ نتكلم عن شابتر 4 اللي هو الشيب فورميشن. الشابتر ده بيتكلم عن الرايش وازاي بيطلع وانواعه وكده. اول حاجة، الرايش ده بيجي نتيجة تغلغل الوجه بتاع التول في الورك بيس ماتيريال، بيبدأ يعمل سيبريشن، بعد كده بيبدأ يعمل ريموفل للورك بيس لاير. تمام. التول ويدج ده بيظهر امتى؟ لو انا خدت سكشن عمودي على الكاتنج ايدج. تمام. عندنا حاجتين، عندنا تو دايمنشنز او نوعين من انواع الدايمنشنز، نوع اللي هو الانديفورمد والنوع اللي هو الديفورمد. تمام. الانديفورمد ده اللي هو المقاسات جوه الماتيريال اللي انت بتقطع فيها قبل ما تتقطع، او قبل ما اللاير دي يحصل لها سيبريشن من الماتيريال. هنوضح برضو، هنوضح في الصورة كل حاجة. البي والاتش، الاتش ده اللي هو السكنس، بيكون اس اللي هو الفيت في ساين كابا، والبي ده اللي هو بنطلق عليهم، بنديهم اللي هو الريمارك بتاع 1 اتش 1 وبي 1. بي 1 هيكون التشيب واتس، الواتس ده اللي هو الاي تبس اوف كات على ساين كابا. دول ما اقدرش اقيسهم ليه؟ لان هما لسه جوه الماتيريال، لكن اقدر احسبهم عادي جدا من المعادلات اللي معايا. نيجي بقى لتاني حاجة اللي هو الديفورم دايمنشن، ده اللي انك انت تقدر تقيسهم بس ما تقدرش تحسبهم. ده اللي هو بي 2 واتش 2 وال 2. بي ده زي ما قلنا اللي هو الواتس، واتش ده اللي هو السكنس، وال ده اللي هو الطول. تمام. دول بعد ما الريشاية بتطلع بتقدر انك انت تقيسهم بكل سهولة. وبرضه هنا احنا هنتكلم، يعني اللي انت تقدر تقيسه هو النوع في الدكتايل ماتيريال او الرايش بتاع الدكتايل ماتيريال، هنعرف ليه. هنا في بقى حاجه بتنتج بقى اللي هي الاف تشيب. الاف تشيب ده هو ريزيستنس بتعيق الفلو بتاع الرايش. يعني هو الرايش بيبقى عايز يطلع، بس هو عشان في احتكاك بقى وفي فريكشن والكلام ده كله وميو والحوارات دي كلها، بيحصل اعاقه. فالاعاقه دي بتنتج حاجه اسمها اف تشاب. تمام. الاف تشاب دي بتسبب ايه؟ بتسبب ان الرايش اللي بيطلع بيتضغط. يعني هو الرايش اللي بيجي وهو طالع ده بيتضغط، فلما بيتضغط ايه اللي بيحصل؟ لما بيتضغط ان بيسبب ان اتش 2 بتبقى اكبر بكتير من اتش 1، ان السكنس بتاع حته الرايش اللي طالعه اكبر من السكنس اللي انا بكون حاسبه، و ال 2 الطول اقل من اللينس اللي في من لينس الرايش اللي في الماتيريال. فهم عملوا علاقه اسمها كومبريشن ريشيو. كومبريشن ريشيو دي او تشيب كومبريشن ريشيو دي بتوصف مدى الانضغاط بتاع الرويش. تمام. واحنا عارفين ان هو قانون بقاء الكتله، لان يعني كده انت ما بتعملش حاجه في الرويش، هو حته الرويشه بتطلع بتضغط، يعني كانك شغال على فورم كونستانت فوليوم. فبيقول يعني جابوا ان بتاع ده ان يعني الطول اللي هيقله في الطول هيزيده في التخانه، العرض كده كده مش هيتاثر. تمام. ولقوا ان هو اف تشاب دي كل ما بتزيد كل ما ال 2 بيقل على حسب الكومبريشن ريشيو ايه. اتش 2 ده بيزيد، كومبريشن ريشيو بتزيد. تمام. الكومبريشن ريشيو بتناسب طرديا مع الاف تشاب. نيجي بقى نشوف الدايمنشنز دي اشكالها عامله ازاي. اول حاجه ده البي، بي 1 وادي كده بي 2، ده العرض بتاع الانديفورمد وده العرض بتاع الديفورمد. ده كده كده العرض ثابت. تمام. اتش 2 ده اتش 2 وده اتش 1. طبعا هنلاقي اختلاف كبير قوي، يعني العرض ده اكيد مش قد العرض ده. وده هنا الشير بلان. الشير بلان ده اللي هو البلان اللي بيحصل عليه، او شير بلين، شير البلين ده هو البلين اللي بيحصل عليه عملية القص. تمام. اتش 3 ده هو بيعبر عن الطول بتاع الشير بلين. تمام. والفاي دي هي زاوية الشير بلين او الشير انجل. تمام. دي الكليرنس انجل، ودي هنا الريك انجل، ودي بتبقى حتة الرايش. ماشي. جينا بقى رحنا احنا شايلين واخدين سكشن هنا كده في الشير بلين، وجينا نشوف هنلاقي المنظر ده هلاقي ان دي هنا حاجة اسمها شير اريا. تمام.
فانا لما اجي اجيب الشير فورس هقول ان الشير اريا في الاس، تمام. الشير اريا دي بتكون عبارة عن البي واحد في الاتش تلاتة اللي هو الشير لينس. اوكي تمام ماشي. و اتش تلاتة دي نقدر ان احنا نجيبها من اتش واحد، يعني لو احنا جينا بصينا هنا كده هنلاقي ان اتش تلاتة دي هنقدر ان احنا نجيبها من اتش واحد على ساين فاي، تمام. نيجي نرجع بقى تمام. كل الكلام اللي احنا قلناه ده زي ما اتفقنا ان هو ده على الدكتايل ماتيريال. طب ليه انا ما بستخدموش على البريتل ماتيريال؟ البريتل ماتيريال بتطلع رايش متفتت او صغير جدا، حتت صغيره جدا ما اقدرش ان انا اقيس او ان انا اتكلم عنها، انما الدكتايل ماتيريال بتطلع لي حته رايش كبيره نسبيا اقدر ان انا اقيسها واقيس كل الدايمنشنز اللي انا عايزها. طب الشير بلين ده بيكون فين؟ الشير بلين ده بيكون هي النقط، يعني هو البلين الوسط من النوز لنقطة تلاقي اتش واحد و اتش اتنين. لو جينا بصينا هنا، لو قلنا ان احنا هنا دي كده اتش واحد ودي كده اتش اتنين، ادي النقطة اهي، دي نقطة وادي النوز اهي. لو جيت وصلت كده هلاقي ان ده كده ايه، بيعبر لي عن الشير بلين، تمام. نيجي بقى لحبة ريليشنز كده. دي ده اللي هو الـ دي دي طريقة اسمها اللوجيك انسر. ده الدكتور كان منبه عليها ان هي دي طريقه يعني بتسرع من طريقه الاجابه ومبتضيع لك وقت في الامتحان، فمحتاجين ان احنا برضو نبقى حافظينهم عشان دي طريقه سهله اصلا. الاف تشيب كل ما بيكبر كل ما ال 2 هيقل، كل ما اتش 2 هيعلى، كل ما الكمبريشن ريشيو هتزيد، تمام. الريك انجل كل ما تعلى كل ما اف تشيب هتقل. تعالى عشان نوضح دي اكتر، نوضح التأثير بتاع جاما وميو على الاف تشيب او التشيب فلو ريزيستنس والكاتنج فورس، تمام. لو جينا هنا بصينا هنلاقي لو جاما بوستيف او ريك انجل بوستيف كبيرة، فانت هنا هتلاقي انك انت ميو ان نازلة كده وفين وفي قوة بتعكسها اسمها كيو ساين ريك انجل، تمام. ف الريزلتنت بتاع الحوار ده كله اف تشيب. اف تشيب ده اللي هو من الاخر انت عندك هنا الرايش ده عايز يطلع، الحتة بتاعت الرايش دي عايزة تطلع كده بس في قوة بتعارضها اللي هي الميو في ان عمالة تزقها لتحت مش عايزاها ان هي تطلع، بس في برضه قوة بتساعد خروج الرايش اللي هي كيو ساين جاما، تمام. فهنا لو ريك انجل بوستيف كده، فكل ما كل ما الريك انجل دي تعلى كل ما الاف تشاب هتقل، تمام. ليه؟ لان ميو ان ناقص كيو ساين جاما، كل ما الجاما دي هتعلى كل ما الساين هتكبر لحد ما توصل لماكسيم، لحد ما توصل اللي هو واحد عند زاوية 90، الكيو دي هتكون بواحد، تمام. لو جاما دي بزيرو فمعناها ان الساين دي ساين جاما بزيرو، يبقى الترم ده كله بزيرو، معناها ان الاف تشاب هيساوي الميو في ان، تمام. على حسب بقى الميو بتاعتك بتاعت الماتيريال بتاعت التول ماتيريال، وعلى حسب الان بتاعتك هيوضح لك الاف تشاب. هنا في النيجاتيف ريك انجل برضه نفس الكلام، بس انا هنا بقعد بالجاما بنيجاتيف، فهي برضو بي 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 يعني هقول ان اف تشاب بيساوي ميو في ان زائد كيو ساين جاما، بس انا اصلا كده كده الجاما دي بعوض باشارتها اللي هي نيجاتيف، فهتطلع النيجاتيف بره، فبرضو ايه هيقلل لي. فانا هنا معناها ان انا كل ما الجاما هتزيد سواء بقى الاشاره بتاعتها في البوستيف او في النيجاتيف انا بعوض باشارتها، فكل ما الجاما هتزيد كل ما الميو في ان هتزيد، تمام. كل ما اف تشاب هتقل، قصدي كل ما الميو في ان هتقل كل ما اف تشيب هتقل اللي هو الفلو ريزيستنس، الشيب فلو ريزيستنس، كل ما هيديني ايزير شيب فلو وتشيب فورميشن، تمام. نيجي بقى على الفورسز. انت اصلا جاما لما بتزيد الاف تشيب بتقل، معنى ان اف تشيب بتقل معناها انك انت الفورس اللي انت محتاجها عشان تقطع او اللي هي الكاتنج فورس
هتقل، لانك انت الريزيستنس دي بالنسبه لنا هي حاجه يعني ايه اللي هو فورسلوس، انت محتاج انك انت تتغلب عليها وخلاص. فانت هنا كل ما الريزيستنس تقل كل ما انت خلاص انت محتاج انك انت الفرصه اللي انت كنت محتاجها في الاول لا قلت، فبرضه بالتالي الباور هيقل، الديفليكشن بيقل، الاكيورسي بتزيد، تمام؟ او الديفليكشن بيقل، البي ليميت بتعلى، الاكيورسي بتزيد. تمام، نرجع بقى للكلام ده، نلاقي هنا ان جاما كل ما هتزيد كل ما اف تشيب هتقل، زي ما قلنا اتش 2 هتقل، ال اف اتش 2 هتقل علشان اللي هو الكومبريشن اللي بيحصل، زي ما قلنا الكومبريشن ريشيو هتقل، الفاي هتعلى، الفاي ده اللي هو الشير انجل، اتش 3 هتقل لان اتش 3 بيساوي اتش 1 على ساين فاي. بعد كده بقى لما جاما تعلى الاف اتش الكاتنج فورس هتقل، الباور هيقل، الديفليكشن هيقل، البي ليميت هتعلى، الدايمنشنال اكيورسي هتزيد. تمام، لما ميو هتقل اف تشيب طبيعي ان هي تقل، ايزير تشيب فلو، وميو دي معتمدة على التول ماتيريال، ميو هتقل، اف تشيب هتقل، اتش 2 هتقل لان الكومبريشن، الكومبريشن ريشيو بالتالي هتقل لان الكومبريشن ريشيو اصلا اتش 2 على اتش 1، فاي هتعلى، اتش 3 هتقل لان اتش 3 بيساوي اتش 1 على ساين فاي، الاريا شير هتقل. الجاما دي ما لهاش افكت على ميو لان ميو دي معتمده على التول ماتيريال، والديبس اوف كات ملوش افكت اصلا ولا على ميو ولا على الجاما سي. تمام، بعد كده بقى نيجي للفاكتورز اللي بتفكت التايب اوف شيبس، اللي هو الحاجات اللي بتاثر على نوع الرويش. اول حاجه الورك بيس ماتيريال وهنعرفها دلوقتي، وبعد كده التول ماتيريال اللي هو بتاثر في الميو والفيد والسبيد والكاتنج فلويد والتول جيومتري والكاتنج كونديشن. تمام، ماشي. لو حصل كومبليت شير بيطلع الرايش متفتت، طبعا هنشوف اشكال الرايش وكل حاجه. لو انسياب الرايش بطيء على الحد القاطع، معناها زي ما الدكتور شرح، اكن عندك سكينه عماله هي عماله تقطع بمعدل ثابت، بس انت بتتحكم في انسياب الرايش. لو انت سرعت انسياب الرايش، او لو لا او لو سرعه انسياب الرايش بيساوي سرعه الشغلانه، كده هيطلع رايش كونتينوس او اللي هو طويل شويه. انما لو انت بقى الرايش ده ماشي بطيء جدا وانت سرعه القطع عندك ثابته، او الحد القاطع عمال ينزل كل شويه، ده في الاخر هينتج لك ان الرايش هيطلع صغير جدا. تمام، نيجي بقى لانواع الرايش نفسه. انواع الرايش عندنا ثلاث انواع من الرايش، او هما النوعين اساسيين، وفي نوع في منه نوعين اللي هو continuous chip و discontinuous chip. ال discontinuous chip ده بيحصل في brittle material عند اي سرعة قطع، brittle material زي cast iron والبرونز والهارد بروس. تمام، بيحصل بقى في الductile material فين؟ في low cutting speed، وفي الحالة دي احنا بنسميه بنقدر ان احنا نطلق عليه حاجة اسمها shear type. تمام، شير تايب. ليه بقى بيحصل في الحوار ده؟ يعني ليه في الدكتال ماتيريال بيظهر لي ديسكونتينوس شيب؟ علشان بيكون عندي هاي فريكشن ما بين الرايش وما بين التول فيس، دايما الفريكشن بيكون ما بين الرايش وما بين التول فيس. ماشي، ده بقى بيؤدي في اللي هو الديسكونتينوس شيب ده اللي بيظهر لي في الدكتال ماتيريال بيؤدي لايه؟ بيؤدي للو ده بيؤدي للو فريكشن، نو بي اي، نو بي اي اللي هو بيلت اب ايدج هنشرحه دلوقتي، وليست شاتر لان البي ليميت بتاعه. تمام، طب ايه الفرق بقى ما بين الشير تايب اللي هو الديسكونتينوس شيب اللي بيحصل في الدكتيل ماتيريال والديسكونتينوس شيب اللي بيظهر لي في البريتل ماتيريال؟ الفرق في الحجم، اللي في البريت الماتيريال بيطلع صغير خالص خالص خالص، يعني مثلا حتت كده، بص حتت صغيره خالص، صغيره يعني مش عايز اترسم بس مش يعني حتت صغيره خالص. تمام، انما نيجي بقى
للي هو اللي بيظهر بقى اللي هو الشير تايب او اللي بيظهر في الدكتيل ماتيريال بيبقى طالع مثلا قد عقلة الصباع اللي هو بيبقى. ها برضه هوريكم الصور او الاشكال يعني. وعندنا بقى النوع الثالث اللي هو الكونتينوس شيب. كونتينوس شيب ده اللي هو بيبقى طويل. نيجي طيب نشوف الصور بتاعتهم. اول حاجة ده الكونتينوس شيب. كونتينوس شيب ده اللي هو الطويل ده اللي بيظهر في الدكتايل الماتيريال بس. بيبقى اشكاله كده، وزي ما باشمهندس محمد وجيه قال لنا في السكشن ان هو شافها بعينه ان ممكن رايش طلع بالطول متر مثلا ولا حاجة. دي اشكال زي كده. ده شكل للي هو الديسكونتينوس شيب اللي بيظهر في الدكتال ماتيريال اللي هو الشير تايب. ده بيبقى الريش كبير الى حد ما شوية يعني. ده بقى اللي هو بيظهر في البريتل ماتيريال. بص شكله صغير قوي. تمام ماشي. نرجع بقى للعوامل اللي بتأثر على الشيب فورميشن، اللي هو اول حاجه نوع الماتيريال. نوع الماتيريال سواء هي بريتل او دكتايل، اللي هي البريتل ده اللي هو قصيفه او خامه ناشفه، الدكتايل ده اللي هو قابله للتشكيل او خامه طريه. تمام. احنا زي ما قلنا ان البريتل ده بيظهر فيه الديسكونتينوس شيب، الدكتايل ده بيظهر فيه حاجتين. ديسكونتينوس شيب اللي هو الشير تايب ده عند لو كاتنج سبيد. تمام. او الكونتينوس شيب ده اللي هو عادي جدا في الدكتايل ماتيريال. تمام. ماشي. النوع بقى بتاع الكونتينوس شيب الكونديشنز بتاعته ايه؟ دكتايل ورك بيس ماتيريال، دي اول حاجه، ده كده بسم الله. بعد كده هاي كاتنج سبيد وسمول فيد، ده برضو احنا بنقلل الفيد ليه؟ علشان نقلل البريشر على التول فيس. تمام. لارجر بوست فراك انجل ولور فريكشن ان تول فيس، لور يعني فريكشن قليل على التول فيس. تمام. الدكتايل ماتيريال ديفورمبل، انما البريتل ماتيريال انديفورمبل. تمام. شير تايب. تايبس اوف شيبس بقى في الدكتايل ماتيريال عندنا ثلاث انواع. اول حاجه شير تايب اللي هو الديسكونتينوس كونتينوس شيب وزاوت بي يو اي، ده عند الهاي سبيد. كونتينوس شيب ويز بي يو اي، برضه هنشرح ايه هو البي يو اي ده. نيجي بقى للكمبريشن ريشيو. الكمبريشن ريشيو ده اللي هو اتش 2 على اتش 1، القوانين بتاعتها، القوانين دي حفظ او القوانين دي عموما كلها حفظ. الكمبريشن ريشيو هو اتش 2 على اتش 1 او ال 1 على ال 2 او ماس على اتش 1 في بي 2 في ال 2 في الرو الدنسيتي. ده عشان تجيب الكمبريشن ريشيو. الشير انجل هي تان فاي بيساوي كوزاين جاما على كومبريشن ريشيو نيجاتيف ساين الفا، ساين جاما برضو. لو احنا بقى بنتكلم عن السرد فالجاما بتكون بزيرو، فهيكون تان الفا بيساوي واحد على جاما على كومبريشن ريشيو، لان كوزاين زيرو بواحد وساين زيرو بزيرو، فيبقى واحد على الكمبريشن ريشيو. بعد كده الشير اريا اللي هي احنا قلنا اللي هي ثانية، دي الشير اريا دي بتساوي بي واحد اتش واحد على ساين فاي اللي هي الاريا شير. في ده بعد كده لو احنا عايزين نجيب الشير فورس، شير فورس هيساوي اريا شير في اس اس. تمام. نيجي بقى في حاجة عندنا اسمها ماشينينج ديفيكولتي، دي اللي بتعبر عن مدى صعوبة عملية القطع. تمام. هي كوتان فاي زائد تان فاي نيجاتيف جاما. نيجي بقى للحاجة المهمة اللي هو البي يو اي. ايه هو البي يو اي؟ هو كولد بريشر ويلدنج اوف تشيب اندر سايد اون تول فيس. ده التعريف ده مهم جدا ودايما بيجي في الامتحان. ده صفحة 80. نيجي لمنظره. ده بيبقى الشكل بتاعه. الشكل بتاعه عبارة عن ايه من الاخر؟ البي يو اي ده هو حتة رايش لزقت على الكاتنج ايدج. يعني هي حتة رايش اهي كده بالمنظر ده اتلحمت على الكاتنج ايدج. اوكي.
فطبعا ده بيسبب لي بلاوي يعني. الكونديشن بقى بتاعت البي يو اي انك انت درجة الحرارة اللي انت شغال عليها تكون اقل من درجة حرارة الريك ريكريستاليزيشن، درجة حرارة التبلور، تمام؟ وتكون شغال على داكتايل ماتيريال، وتكون شغال على داكتايل ماتيريال، تمام. انت عند اللو كاتنج سبيد انت عندك هنا سرعة القطع قليلة، فمعنى كده ان درجة الحرارة اللي انت شغال عليها هتكون اقل من درجة حرارة التبلور، فانت كده بيؤدي للبي اي. ليه؟ لانك انت كأنك شغال كولد وورك، تمام. البي يو اي ده بقى هو عبارة عن ايه؟ زي ما احنا مورينا في الصورة، فهو عبارة عن حتة ملحومة. فالحتة الملحومة دي بتسبب ايه؟ بتسبب كأنك حاطط حتة صنفرة على التول فيس، كل ما يحصل تلامس ما بينها وما بين الشغلانة بيروح اكنه عامل زي حتة صنفرة، عمال يقللك في العمر بتاع الحد القاطع، عمال يقللك في العمر بتاع الحد القاطع، تمام. الحتة اللازقة بقى ده ماشي، ده احنا اللي هو قشطة. لو جيت بصيت على صفحة 83 هتلاقي ان هو بيوصف عدة بتطلع رايش مستمر من غير بي يو اي. 84 الصفحة اللي قصادها هتلاقيها بتوصف الرايش بيطالع معاه البي يو اي، هتلاقي اصلا السطح مش يعني مش سليم، طالع بايظ خالص. تالت حاجة برضو بتكون من عوامل البي يو اي ال coefficient of friction، لو هو عالي ما بين الرايش وما بين التول فيس. كده كده الديبس اوف كات ده احنا قايلين ان هو ولا بيأثر على البي يو اي، ولا بيأثر على الميو، ولا بيأثر على الجاما، ولا بيأثر على اي حاجة، تمام. الكولينج بقى في الهاي سبيد، الكولينج في الهاي سبيد ده الصراحة حاجة انا شايفها غبية جدا. ليه بقى؟ انت اصلا عايز تشتغل على درجة حرارة اكبر من درجة حرارة التبلور، تمام ماشي. فانت لما عليت الكاتنج سبيد، عليت درجة الحرارة بتاعت اللي انت شغال عليها، رحت مقلل درجة الحرارة لأقل من درجة حرارة التبلور، فيروح عامل ايه؟ يظهر معاك بي يو اي. طب ماشي، ايه بقى الأسباب أو ايه هي الأضرار بتاعت البي يو اي؟ أول حاجة زي ما قلنا اللي هو بيقلل عمر التول بتاعتك. ليه؟ زي ما قلنا ان هو زي حتة الصنفرة كده، كل ما يحصل احتكاك كل ما هو هيبوظ اصلا التول فيس عموما او التول عموما. السيرفس كواليتي بيطلع لك شكل وحش قوي، وسيرفس فينش وحش. ليه؟ لانك انت الحتة اللي لزقت دي هي بوظت لك الانجلز اصلا. لو جينا بصينا للصورة فين بقى انجلز؟ خلاص كده صباح الفل، مفيش انجلز، ماشي. البي يو اي بقى كل ما بيعلى، اللي هو الحته دي، البي يو اي ده كل ما يعلى او الحته دي كل ما تكبر، كل ما انت اصلا يعني انت الطبيعي بتاعك ان انت حاسب ان ده الزيرو بتاع العده، انت مش واخد بالك من الحته دي، فانت هتخش، بس بدل ما انت بقى ما هتخش بالحته دي بس، لا انت هتاكل بالحته دي كلها. معناها ان انت كده بدل ما انت كنت بتاكل من اول هنا ده الريفرنس بتاعك، لا انت بقيت فاكر ان انت بتاكل من هنا بس انت في الاساس بتبدا تاكل من هنا، فانت الفرق ده كله انت مش حاسبه معاك في الاعتبار. فده كده بيعلي لك الدبس اوف كات وانت مش واخد بالك، وطبعا كده بقى الدايمنشنال اكيورسي راحت في داهيه، والماشين كواليتي طبعا عشان الانجلز اللي باظت. طب ايه بقى هي العوامل اللي انت تقدر تشتغل بيها من غير بي يو اي؟ اول حاجه هاي كاتنج سبيد سمولر فيد، ده بيخليك السيت اكبر من درجه حراره التبلور، انك انت لارج بوزيتيف راك انجل اف بوسيبل، يوز اوف كاتنج فلويدز انك انت تبرد بس في لما انت شغال على درجه حراره قليله، على قصدي على كاتنج سبيد قليله اسف. بعد كده يوز هاردر تول ماتيريال، كل ما الماتيريال بتاعتك كانت هارد اكتر، كل ما انت الكوفيشنت اوف فريكشن بتاع اللي ما بين الرايش وما بين التول فيس بقى قليل. ريديوس ورك بيس ماتيريال دكتيليتي باي سلايد كولد وركينج فور لو كربون ريشيو، يعني كربون برسنتج. دي انك انت حاجه كده زي الهيت ريتم، ان انت بتحاول انك انت تقلل الدكتيليتي بتاعت الماتيريال بانك انت تديله حبة كربون. لو المادة بتاعتك قليلة في الكربون تديله نسبة كربون، تعلي نسبة الكربون فيه علشان تخليها هارد اكتر،
او انك انت تعمل هيت تريتمنت، انك انت بتعمل حاجه اسمها نورماليزنج اور هاي او اور هاي كربون برسنتج، انك انت بتدخله الفرن وبعد كده تسيبه يبرد في الهواء، واسمي العمليه دي نورماليزنج. تمام، ده كده الشابتر 4، ده اخر شابتر داخل معانا في المتر. إيه لو حد عنده استفسار بقى احنا موجودين في الخدمه. السلام عليكم.